تركيا رابحة 1-0. الحمد لله كما راكم تشوفوا ركبنا دوكا الاعلام وكاينه واحد الكفره راها اللي هي خطيره. صالح المنتخب المغربي وتعديل النتيجة. الشوط الاول راه كمل كما راكم تشوفوا، منتخب ايران خارجين. وهذه نظرة شاملة كاملة فيها الحاجة المميزة في هذا الملعب أنه فيه شاشتين عملاقتين، هذه الشاشة الأولى وهذه الشاشة الثانية. Oh!
فلسطين اخويا، لا السودان، لا السودان، فلسطين لازم يكون مصطفى صاحبي تصورنا. النتيجة ولا درك 3-2 لصالح المنتخب المغربي.
باللحظات. الحارس الثاني صغير